يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إماماً عند الجلوس للركعة الثانية التشهد الأول لم يجلس، لو أن إماماً عند الجلوس للركعة الثانية في التشهد الأول لم يجلس، بل اعتدل للركعة الثالثة، وبعد اعتداله نبهه المأمومون فرجع وجلس، وفي نهاية الصلاة جاء بسجود السهو، هل صلاته صحيحة حيث إنه قدم الواجب على الركن؟ هذا فيه تفصيل. إن كان لم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع، يكره كراهية، صلاته صحيحة وعليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة. أما إن كان شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في الركن، شرع في قراءة الفاتحة، شرع في الركن، فلا يتركه يرجع إلى واجب وهو جلوس التشهد، ففعل ذا يكون حراما. أما بطلان صلاته إذا كان يجهل هذا الأمر فلا تبطل صلاته، يعذر بالجهل لكن يسجد للسهو. نعم.